السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم جوج ديال الوصفات. الوصفه الاولى ديال الصرمه ديال الورق العنب وديال الملفوف، والوصفه الثانيه ديال الدولمه. غادي نديرو خضر محشيه. خليكم معايا حتى النهايه ديال الفيديو. فاول حاجه بالنسبه للحشوه، هنا درت 3 ديال البصلات، ربطه ديال الربيع، هادو هما الخضر يعني اللي غادي نعمروهم. هنا القرعه، هنا الفلفله اللي خاصه بالدولمه، كتجي هكا على الحجم الصغير. هذه شويه حاره. هنايا الماء غلى لينا، ضفنا عليه كميه من الملح، وضفنا هذا الملفوف هذا صين يعني ماشي قطعناه، درناه في الماء طيب باش يولي هكا رطب شويه. ومن بعد غنبداو نخرجوه، غنخليوه حتى يبرد. بعدا فاش كيكون كيطيب غنخليوه حتى يغلي مزيان. مني غادي يبرد لينا فغادي نقطعوه كيف كتشوفوا معايا في الصوره. غادي نقطعوه باش نعمروه على الطريقه هذه. نقطعوا قطع صغيره وناخذوا الحشو ونعمروا. غادي تشوفوا معايا في التتميه ديال الفيديو. بالنسبه للحشوه فغنضيفوا البهارات، شويه ديال الملحه، شويه ديال الكاربيبر اللي هو البزار، شويه ديال الكمون، وشويه ديال البولبيبر. هذه بهارات حاره، فلفله يعني مطحونه. Dolaptan domates salçasını da verir mi canım? Evet, ne harf? ضفنا هنايا معجون ديال الطماطم اللي كيتباع في الماركت، وهذا بيبر سالتشوس اللي هي لاصوص ديال البيبر ديال الحار. هذيك لاصوص يعني كتصايب في الدار فاش كتكون الفلفله في الموسم ديالها، فاش كتكون موجوده. ان شاء الله فاش نبغيو نديروها غادي نشارك معكم الطريقه. كيديروا منها كميه كبيره وكيخبيوها يعني في البلاكر ديال الخزين، ضروري جميع الاتراك كيديروها وكيدوزوا بها مده طويله العام كامل. هنايا بالنسبه للفلفله فشتونا غير حيدنا لها الراس ديالها. بالنسبه هنايا الكوسه فحتى هي الوسط ديالها غنحيدوه بهذا الموس هذا. كيبقى لينا هنايا الملفوف، فهذا حتى هو من بعد ما برد وخليناه حتى تقطر من الماء، فغنبقاو نقردوه على هذا الشكل. هذا الورق ديال ورق عنب حتى هو غسلناه مزيان باش ما نسقاش فيه ديك الملوحه. كنقطعوهم هكا قطع صغيره. وبالنسبه للحشوه من بعد ما وجدنا كل شيء الحوايج اللي غنعمروهم، ضفنا عليها كيلو ديال الكفته. كاين جوج ديال الانواع، كاين هذا اللي بالكفته وكاين اللي زيتين يالي اللي كيكون غير بزيت الزيتون، كيتكال بارد. اما هذا اللي بالكفته كيتكال شويه سخون، يعني دافي. ضفنا هنايا الرز، وضفنا بيلاولك بلغور. البلغور كيبقى اختياري، كاين اللي كيدير غير الرز بوحدو وكاين اللي كيدير البلغور بوحدو. حنا درنا كميه قليله من الرز ودرنا الكميه الاكبر من البلغور. صافي وكتعجنوا كاع هذاك الشيء حتى كلشي كيتخلط يعني مع بعضياته. ديك الفلفله هنا ما عرفتش تقطع لي واحد الجزء كبير من الفيديو في المونتاج فاش جيت ندير، فلقيت انه الفيديو تبلوكا لي في التصوير. صافي وكنبداو نعمروهم، واسهل مرحله هما التعمار ديال الفلفله، وهذا اللي يعني كيكونوا ساهلين. وهنايا غادي نشارك معكم الطريقه ديال التمار ديال اليابراك، الورق ديال ورق العنب. ها هو كيفاش كيجي، يعني سهله، طريقه سهله. تقدروا ايضا تستعملوا طبصيل اولا شي صينيه لتحت في البدايه يعني باش تعلموا. نزيروه مزيان باش ما يتحلش لينا، وها هو الشكل ديالو كيبغي يجي هكا على الشكل هذا رقيق. والملفوفة هو بنفس الطريقة. الفلفلة حتى هي عمرناها، نحاولو ما نعمروش بزاف لأنه فاش غادي يطيب هادشي بطبيعة الحال عاوتاني غادي تنفخ لينا الرز. بيتان
Ne olacak sanki, ne var da? Beni çok seviyor sanki. Beni beğeniyor. Köşe ediyor. هنا من بعد ما سالينا استفنا كل شيء فوق بعضياتهم، وغادي نضيفوا واحد الكميه ديال الماء تكون تقريبا نص طنجره. المده اللي غادي يطيب فيها تقريبا واحد ساعة. ضروري فاش نعمروا الطنجره نديروا واحد التبصيل يضغط باش ما يتحلش لينا المحشي اللي دايرين. ضروري نديروا تبصيل يكون قد الطنجره من الفوق ونسدوا عليه ونخليوه يطيب المده ديال ساعه تقريبا او ساعة ونص على حسب الكميه اللي حنا دايرين. Kaç zaman anne? Kaç zamandır? Şimdi bu böyle biraz kaynamaya çıkınca altını kısaca bir saatte pişer herhalde. Zaten ona bakarsın böyle elini batırırsın, anlarsın o zaman. هنايا ها هو طاب، هذا هو الشكل النهائي ديالو. كنحيدو داك التبصيل ملي كينشف لينا من الماء صافي، وكنقدموه بالصحة والراحة. وهذا هو الشكل النهائي كيف كيجي من الداخل باش كنعرفوه طاب، يعني واخا ينشف لينا من الماء يعني كندوق الروز بانه طاب. هنا كاين اللي كيبغي يديروه بهاد لاصوص هادي من بعد ما كيطيب، كاين اللي كيبغي يدير الزبده ولاصوص وكيطيبو في مقله، لانه كيف قلت لكم هذا كيتكال سخون لانه فيه الكفته. افيتوسون، بسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جاي.